طبعا هدف اولا انا بشوفه ان انت حته التسديد في راس حرب عندك مش موجوده. تمام. يعني انت معايا في لا انا انا معاك تمام. المقصود من الجزئيه دي يا كابتن ان انا انا بقولها. بزعل من حاجه مهمه يا كابتن فاروق، عارف ايه هي؟ ايه ان اجيب لعيب محترف وما استفادش منه. يعني بمعنى انا لو هستحمل اللاعب، استحمل اللاعب الناشئ المصري الصغير او هدف، هو لعيب كويس التسديده صراحه الجراء او ان هو ياخد القرار دي اعتقد انها ده مميزه جدا. المفترض ده يبقى العادي بتاعه. عارف ليه؟ ده لعيب محترف، ده انت اخترته عشان محترف، انت جايبه من جنوب افريقيا، جايبه من يملك نادي، الامكانيات. يعني انت مش مضطر انك تجيبه، انت بتدفع له بالدولار، انت بتجيبه بارقام. فما ينفعش انك انت نتكلم عليه نقول لعيب عمل ومش عمل. انا من وجهة نظري شايف ان انا ما استفدتش بيه كويس. حتى الآن اكتر استفادة استفدتها من لعيبة محترفين اجاي أجاي ووليد ازارو في الوقت الحالي. هسألك سؤال يا كابتن عادل بعد اذنك يا فاروق، هل تفتكر ان البديل اللي موجود مكانه بيأدي جيد؟ يعني هو عنده وليد سليمان في المكان ده، وعنده حمودي، وعنده بيشتغل راس حربة برضه وعنده ميدو كابتن، جابر، وهو بيشتغل راس حربة برضه، فهمتني؟ كله يتعود يعني. في الحتة دي هل ده اللي مأخر وجوده في الملعب ولا انت طبعا ايه عنده رأيك؟ لعيبه كويسه. عارف يا كابتن، من وجهه نظري يعني انه احتياج الفرقه اللي انا شايف النادي الاهلي بيشتغل فيه دلوقتي، والاعارات اللي طالعه واللعيبه الصغيره اللي بيجيبها لاحتياجات الفرقه، ما فيش تيم كويس عالمي كبير زي النادي الاهلي. النادي الاهلي تيم عالمي، تيم كبير، اكبر نادي القرن في افريقيا واحسن نادي في الشرق الاوسط كمان بالارقام، ولازم نعترف بكده، وبينافس انديه عالميه على محاشرتهم في حته الارقام عدد البطولات. وحته الارقام، فلازم نعترف انه نادي كبير. ما ينفعش ان انا اختار فيه لاعب ممكن يكون عندي مكانه اتنين وتلاته. خلي بالك من دي لانها مهمه جدا. طب وفارق السن، لو عنده في سن كبير وبيحاول يعوض فارق سن يجيب لعيب اصغر شويه ويكمل الشكل يعني. اصغر في ايه يا كابتن شريف؟ في يعني ان انا مثلا نخلينا انت قصدك يعني ولا سليمان موجود سنه يعني معين بروميسنج، عايز يعني الولد ده الاصغر زي هو البديل باكا، ده زي البديل باكا، ده للاعب. عيل صغير عنده 20 سنه 20 يمكن سنه حاجه زي فعلا. انا كده. لا يصح ان اجيب لعيب محترف عنده 20 سنه الا لو هلعبه كابتن، الا لو لعيب فاز. لو هلعبه طبعا، لا وهلعب بيه. هلعبه انا. صحيح. اما المحترف ليه كابتن شريف؟ اللعيب اللي عايز اعده، يعني انا اجيب كمان عشان اعده؟ لا، انا عد ولد من عندي صغير. ليه؟ عشان وليد سليمان بيأدي لي، وفوق وليد سليمان بعديه حمودي ممكن يديني سنة واتنين. فمين اللي يكتسب، اللاعب الناشئ ولا اللاعب المحترف؟ هنا دي مهمة. هنا دلوقتي في العالم كله بيعملوا يا كابتن شريف، ودي مهمة جدا يا كابتن محمد، دي اهم نقطة في لجان الكورة او في اللجنة المختصة عن اختيار اللاعبين. اختيار اللاعبين رقم واحد، يبحث في فرقته عن الثغرات. رقم اتنين، يبحث في ناديه وقطاعه عن اللعيبه اللي تعوض الثغرات. نمره تلاته، ملقاش، يدور في الانديه الاصغر علشان الارقام تبقى اقل، ان انا اجيب لعيب في الثغرات دي. لو ما لقيتش من ده، اضطر ان انا اجيب نجم كبير عنده خبره يديني مساحه سنه او اتنين، لاني ابدا اشتغل تاني على ناس وابدا اجيب تاني. لكن في الوقت الحالي ما عنديش، فاشتري بقى لاعب محترف ممكن يعني يديني سياسة 6 شهور. سياسة لعيب زي باكا ده عنده 20 سنة وهو بروميسنج كده واعد وعنده الامكانيات دي كلها، في حالة عدم الاستفادة في اللحظة اللي انا اشتريته منها وبعد كده انا اقدر ابيعه زي ما عملت مع ايفونا وعملت مع النادي وعملت منهم عائد كبير قوي، المفهوم ده مش موجود؟ لا، ما مش لازم بقى. ما هو لازم تلعبه كابتن عشان تتباع فين؟ ما هو اتلعب، هو لا يلعب فين؟ يعني انا دلوقتي اشتري النهارده ازاي؟ بهذا الشكل اللي احنا شفناه في لا لو المباراه ده ماتش ودي. انا لو مباراه مدرب، زي دي تشاف تشاف لا انا لو مدرب وعاوز لعيب ما ابصش عليه في مباراه زي دي خالص. مش صناعه نجوم يا كابتن مباراه وديه انت لسه؟ لا انا بتكلم على مباراه وديه ازاي؟ انا بتكلم على انك انت المباراه الوديه للاعب وليس للاحتراف، ان انا اتفرج على لاعب زي طب ما فيش ضغط عليه ممكن في اقول احتكاك. لا في احتكاك، احتكاك العصبي دلوقتي في مباراه زي دي بهذا الجماهير اللي انت اتكلمت عنها. ايوه يا كابتن، بس ابرزت عن ان الراجل ده خد قرار بشكل معين. يعني احنا كنا شفناه انا وفاروق في ماتشات برضه وديه، كان عنده نيرف كويس وعنده سرعات وعنده. لا انا اعرفه كويس، من اللعيبه الجامده جدا، انا مبسوط بيه. بس اجيبه ليه دلوقتي؟ يا كابتن شريف انا ما اجيبش لعيب، وانا بتكلم على ايه؟
الاحترافية كده. أنا مش بألف، أنا مش عادل اللي بيألف دي، العالم كله كده إلا الأرسنال مثلا. الأرسنال بيشتغل في شقين، أنت لسه ما دخلتش، أنت ما ينفعش تشتغل في الشقين بتاع الأرسنال اللي هم إيه؟ إنك أنت هتجيب لاعيبة مش عاوز بطولات، عاوز فلوس. تقدر النادي الأهلي يعمل كده؟ لا طبعا لا. النادي الأهلي مخلول للبطولات. الأرسنال واخدين قرار من 10 سنين ما ياخدش بطولة. الأرسنال يصدر ويطلع لاعبين. ولكن أنا بتكلم طيب. أنا ما أجيبش لعيب محترف إلا يفيدني في الوقت الحالي. طيب تقييمك كابتن بقى للاعب ده النهارده مثلا، يعني هو بيأدي بالشكل ده وكل ماتش ودي مثلا بيبقى متواجد بيأدي يعني بشكل مميز وبيحرز أهداف على فكرة، يعني هو من اللاعبين كمان اللي رجليهم مظبوطة على الـ على الـ على المرمى يعني. لا أنا هقول لك حاجة بسيطة جدا، احنا نشوف عدد الكور اللي هي راحت له واللي اتصرف فيها ونشوف زملاته اللي جات لهم كور مماثلة وتصرفوا فيها ازاي. هو أعتقد إن هو عنده الامتياز في التصرف. كذا لعيب أصغر سنا وهو من الناس اللي قال عليها عادل من جوه النادي، هنقول يعني بقى الناس للنظره للعيبه اللي هي جوه النادي، هو كان شكلا ومضمونا شكله احترافيا اكتر، ووجوده في الملعب لعيب تقيل يعني مش على قل الجسم ده، كان انا حاسس بتقله، حاسس لعيب كويس، حاسس بتصرفاته، حاسس برؤيته، حاسس ان عنده حاجه محتاجه الضغط اللي حصل له النهارده ده. حصل له ضغط كتير في الملعب، حصل ان هو خد كذا كوره، حصل ان هو راح ناحيه اليمين حاول يعدي، حاول يعمل عرضيات، حاول ان هو يبقى خلي نفسه في وسط، وحسام البدري اداله مش ما ادالوش، اداله مساحه كبيره قوي لغايه لما قال كفايه كده واقدر انزل البديل اللي هو الاساسي اصلا اللي كان ميدو جابر على ما اعتقد او حد زي كده، نزل الملعب يكمل. هو برده اللي خد الرؤيه، هو اللي خد التصرف، هو اللي خد العين. فانا سعيد باللعيب ده، بس هو عايز ياخد زي ما عادل قال اللعيبه دي لازم اشوفها تحت ميكروسكوب بقى الضغط اللي في الماتشات. انا شفته في الدوري العام بيعمل 1 2 مع عبد الله السعيد وبيوصل جول لاجاييه وبيشوطه بليسنج وبيحط الكره بيوصل لعيبه، وعنده رؤيه ان هو يعمل الباص واحد، ما عندوش الانانيه، ما عندوش، ولما بيتحط في واحد لواحد عنده سرعه تصرف والسرعه اللي هي تعدي وتقدر تعمل. لعيب عنده 20 سنه عادل، 19 سنه 20 سنه جاي، عايز ها مجيبوش. لا اجيبه ما اجيبوش ليه لو عندي فرصه. انا احنا مش موفقين قوي في حكايه الافارقه على فكره، يمكن اجايه ده طفره بالنسبه لي انا، اما بيجي لي افريقي عشان يتاقلم ويخش بيبقى صعب عليك قوي يعني انك تخش وتنجح معاه. فلافيو جانا كويس، فلافيو بعد قد ايه؟ هو فلافيو ده الفوت ورك بتاعه ما كان على قد ايوه لا هداف عالمي على دماغه يعني، فيليكس ابواجي فيليكس ابواجي، وانا كنت بلاعب لعيب بدماغه والباك ليفت هو اللي صنعه مع افونا مع صبر حسام البدري و مانويل جوزيه عليه، وابتدوا يدوا له سنه ونص لغايه ما انت شفته. انت مش محظوظ قوي، انما لما يبقى عندك 20 سنه وبهذا الشكل وبالسرعات دي وكمان ده اكيد هيكون ليه وضع. يمكن حسام كمان مش محتاجه في المرحله دي زي ما انت قلت، انما بعد هذا الشكل وبعد الوجود وبعد الاصابات اللي انت بتتعرض لها، انت عندك لعيبه على طول عندها شد وعندها حاجات كده. لما يبقى عندك شكل زي ده يهدد وينزع اي ثقه في اي ديفنس انت بتلعبه من الحاجات دي، تعوض لك شويه. حتى لو فكرت انت تفكير 20 30% من انك عندك امل في ده انك انت يبقى عندك، مش هيخسرك. هم بيتكلموا ازاي؟ اللي بيشتري بيقول لك ده مش هيخسرني، ده هيبقى لي وجود معايا انا استفدت بيه. في اكيد في دراسات وفي بلانات لي، في مش ممكن هيكونوا جايبينه كده زي اي لاعب زي النهارده فخري ومحمد شريف خدت بالك موجودين في الملعب شريف. اكيد دول جايين مش اعتباط. ده اللي انا بقول لك دلوقتي المجموعه اللي جت في الفتره الاخيره مع لجنه الكوره برئاسة كابتن محمود، في بقى استراتيجيه وبلان حسام بدري معاهم طبعا، وابتدى يشتغل عليها، وابتدى انت الاحتياجات اللي انت اتكلمت عليها. كمان ده جاي ايه؟ جه امتى؟ مين؟ ده جه في نص السنه اللي فاتت، في اخر السنه مين بقى كمان؟ نص السنه اللي فاتت، اخر السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا اللي احنا لو احنا في الوقت ده ما كانش جه ماشي يجوز لا ما كانش جاي ماشي. ما انا بقول لك احتياجات في التوقيت ده، عنده طلب. هو السماسره لما بيعرضوا عرضه طلب، لا ماليش دعوه بالاحتياجات في الوقت ده، بكلمك على السياسه. الاحتياجات في الوقت ده ساعتها وسياسه الوقت ده صحيح. مين اللي جابه وشافه؟ لو شفت البرومو بتاعه انت لما جه تقول لازم اشتري اللعيب ده. مين اللي جابه يا كابتن؟ الجهاز هو اللي جابه. امال مين؟ مين اللي ما بيلعبوش؟ جهاز بس. طيب خلص ايه الموضوع يعني؟ بس خلي بالك ده محترف ولا هاوي؟ محترف يا كابتن. ده ابنك لاعب بدري، هو لاعب كمان في نادي قوي كمان، ده واخد مكان. اتفرج يا كابتن. ايوه ده واخد، ده ازاي ما خدوش ده وازاي ما جابوش ده؟ لا كلما لما اشوف لعيب مصري بيعمل السبرنت ده والكاتنج ده والكاتنج ده، خدت بالك؟ بص ده يا كابتن انا مش قايل توقيت اللعبه يا كابتن، توقيت. لا يعني انا عايز اديك بس حته مباراه، لا عايز اديك حته شراء. انت مختلف معايا يا كابتن شريف، انا مش مختلف معاك بس حته شراء. هو احنا ايه حته شراء دي ناجحه جدا وامتياز ان هم جابوه.
بدل ما كان في حد يجي يبص ابو سليبي يلعبني ويهددني. حته شرائه يعني انا ايه مفهوم اللاعب المحترف؟ يا نهار ابيض. انا ايه المفهوم اللاعب المحترف؟ اللي انت شايفه ده. لا اللي انا لعبه مفيش شيء لعبه واستفاد يا كابتن. هو ماليش دعوه. انطوي كان عندك يا كابتن وبقى بيهددك في كل الماتشات ولعب عندك وحش ما لعبش عندك كويس. جون انطوي لا يصلح انه يلعب في النادي الاهلي، يلعب في الانديه المتوسطه ينجح، لانه ما حدش هددك في الموسم ده كله غير جون انطوي. هو انت بقى كابتن ما بتجيبوش عشان بيهددك، انت بتجيبه عشان ما هو ده بقى الفكره. بقول لك الطفره اللي عملها انا كل لاعب بيهددني السنه دي ما كانش معاك. هو كان نفس الشخصيه كان معاه. هو هل يتاقلم او يقدر يلعب في نادي كبير زي الاهلي ليه مواصفات؟ لا ما يقدرش. انا مسكته انا انا دربته يا كابتن مع النادي الاهلي بالشكل المناسب، تعامل مع انديه ثانيه يعني كان هداف مع نادي الاسماعيلي، كان هداف مع فريق مصر المقاصه، مع الانديه المتوسطه يا كابتن محمد ليه؟ انا ما دربته مع نادي الشباب السعودي ما نجحش معايا، وكان مع باتشيكو ما نجحش، ولا مع باتشيكو ولا معايا. ليه؟ ليه ما نجحش؟ لانه الانديه الكبيره الفرق بتلعبها زون ديفنس، الانديه المتوسطه الفرق بتلعبها مفتوح. جون انتو يقدر يشتغل في الجري والحاجات دي، لكن في الثبات والحاجات دي زي مثلا في لافيو كان عكسه تماما، زي اللاعب اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. المشكله في كابتن شريف، اقول لك حاجه انا من وجهه نظري. نعم. الدولار غالي دلوقتي اصلا، بتكلم دلوقتي الجنيه، انا اجيب لعيب اعلمه افضل يعني لما على فكره اقعد على الدكه اقعد ابني على فكره وافيده على فكره لاعب ابني 10 دقايق كابتن وفيده. شريف هو معانا في وجهه النظر ان انت لازم تستفاد بيه. انا لازم استفيد بيه بس استثمار يعني انا لازم استفيد بيه في الملعب دلوقتي في الملعب. ده اللي انا بقوله. طيب ما بيلعبش ليه؟ النهارده احنا قبل عشان الماتش عشان سنه صغير صح؟ كابتن عادل قلنا ايه قبل الماتش النهارده؟ اللي هيستفيد النهارده مجموعة الناس اللي هي مجموعة اللاعبين الجداد، وكان أول المكاسب في الهاف تايم قلنا هو باكا. إنه أحرز هدف بهذا الشكل إداله الثقة اللي هي تقدر تعود بيه في الملعب لو احتاجه الجهاز الفني. أنا مش في حتة، أنا ماليش دعوة بالجهاز الفني. ولا ليا إن أنا أتدخل في الجهاز الفني أو في أي حاجة. ولا إحنا. برشلونة جاب لاعب عنده، لا سوري، مانشستر يونايتد جاب لاعب عنده 38 سنة أو 39 سنة يلعب عنده أربع مباريات ويمشي. أربع لارسن بتاع دنمارك جابه يلعب أربع مباريات فقط لا غير. أنت تماما كابتن شريف استفاد منه، اشتروه لعب الأربع مباريات ومشي. أنا بتكلم في نقطة مهمة جدا، يوم لما أجيب لاعب لازم اتاكد من حاجتين، انه هي انا بتكلم على الاحتراف مش بتكلم على النادي الاهلي، بتكلم على جميع الانديه. لما تجيب لاعب محترف لازم يبدا ويلعب ويبقى لعيب جامد استفاد منه واجيب سعره. لكن انا لو ما لعبتوش مش هدخلك انا بقى في عشان طيب. يشوف لا خلاص يعني احنا طبعا وقتنا انتهى. انا مش هدخلك في اعذار ولا في حاجه ولا احنا عندنا ما شاء الله لغايه لما بتشوف اللمسه الاخيره يعني اخيرا قبل ما اقفل مع حضراتكم. انت دلوقتي يعني في بتحط زي ما بنقول استراتيجيه، وبيجي لعيب ممكن يوفق معاك او ما يوفقش، دي ده وضع طبيعي. وانت زي ما بتتكلم في لعيبه كتيره جت مع النادي الاهلي دفعنا فلوس كتيره تنفع في ما نفعوش، ولكن اللاعب باين ان هو لاعب مميز على فكره وقرار جيده جدا. انت بقى هل هتستفاد منه الفتره الجايه من خلال الاداء والجزئيه بتاعتك؟ هي دي اكيد عندهم حاجه يعني انا مثلا ده اللي انا شايفه يعني. كابتن عبد العزيز عبد الشافي اتفضل يا كابتن اتفضل اخيرا بس معلش بسرعه كده. ما كانش موجود كابتن عبد الشافي لما اللعيب كابتن عبد العزيز عبد الشافي في الوقت الحالي، انا لما يجي هو وكابتن على اقصد لما يجي يتكلموا على لاعب ويجيبوا لهم اللعيب مع اللجنه ومع الكوره مع المدربين من الحاجات دي، انا افتكر جيدا ان عين 2 3 4 و6 و10 اللي هم هيعرفوا يقرروا هل اللاعب ده يفيدنا يفيد ولا ما يفيدش. وده المهم يا كابتن شريف، لجنه الكوره والمسؤولين عن الفريق في اداريه الكوره والشراء والبيع والحاجات دي بتفرق ما بين نادي النادي طبعا، بتوصلك للعالميه او تبعدك عن العالميه. اشكرك يا كابتن شريف. اشكرك يا كابتن.